قواعد الاوراق اللحميه هنا للبصل اعمل منها تحضير سلخ علشان افحص خلايا البشره في المنظر السطحي، يعني ابص عليها من فوق. تمام؟ انا لو جبت مص وعملت القطاع بالعرض كده اطلع طبقه رقيقه بيكون عليها قطاع عرضي. بشوف شكل الخلايا، تركيب الخلايا في القطاع العرضي، انما انا هنا عايز ابص على شكل الخلايا بتاعت البشره من السطح من فوق كده، اللي بنسميه منظر سطحي. فعشان اشوف شكلها في المنظر السطحي يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل سلخ اشيل طبقه البشره دي. فاعمل السلخ ازاي؟ شايفين انا ماسكها في ايدي ازاي؟ بروح جاي عامل كده عكسها في الاتجاه ايه؟ تاني، يعني من السطح المكعب للسطح المحدد. اعملها كده اهو بالراحه. لما قسمتها نصين، نصين معلقين مع بعض في الغشاء الخارجي اللي هو البشره. ده انت جايبها حاجه مضروبه تقريبا يا ايه. البصل اللي انت جايبها ده متاكل قبل؟ لا البصل ده مش كويس. شايفين يا شباب الغشاء الغراب ده؟ الغشاء اللي طلعته اهو، قرب عليه بالكاميرا عشان يبان. باين؟ الغشاء ده هو عباره عن طبقه البشره للقواعد الشعريه. بروح اخده كده بالراحه او اكمل سلخ كده اهو عشان اطلع جزء منه وافرده على شريحه في نقطه ميه. يعني الاول اجيب الشريحه واحط عليها نقطه ميه، نقطه ميه باي حاجه، باي سلخ زجاجيه في يعني. نقطه الميه دي بالراحه كده. المفروض يكون معايا فرشه، انا ما اعرفش ازاي انتوا جايين من غير ادوات التشريح، يعني ازاي المعيدين الناس الطيبين بتوعنا سايبينكم كده. بحط الغشاء اهو، طبعا مش شرط يكون الغشاء كبير، يعني مش شرط ان انا اخد سلخ كبير، لان كل خلايا كلها شبه بعضها. هنا انا حاطط فلاتو على الشريحه وبعدين هفحصه علشان اشوف شكل خلايا البشره من فوق. وطبعا دلوقتي الدكتوره زينب، بعد اذنك يا دكتوره زينب، ممكن على فكره نحط نقطه يود على التحضير علشان تلون النواه، لان النواه تظهر بلون بني فاتح كده لما احط نقطه اليود على التحضير ده. فباجي اهو احط نقطه اليود عليه فهتبان شكل الخلايا عندي شكله متطول كده، الخلايا بتاعت البشره متطوله وهتبان النواه واضحه فيه. في بشره لورقه نبات من ذوات الفرقتين برضو بنفس الطريقه كده، بمسك وبعكس، بقطع في اتجاهين متعاكسين بس بسرعه. تمام؟ فبيطلع معايا جزء منهم وفي غشاء على حرفه، بان الغشاء. تمام. الغشاء ده هو طبقه البشره، باجي انا احطه على الشريحه وافصله بمشرط كده ونقطة مية وافحصه تحت الميكروسكوب عشان اشوف شكل الخلايا البشرة هنا في المنظر السطحي ايه؟ هل هيبقى زي السلك اللي عملناه في قواعد اوراق البصل ولا هيبقى شكل مختلف؟ واحنا جهزنا الشريحة وهنفحصها الان. الشريحة موجودة عندي هنا اهي، اللي جهزناه من السلك اللي عملناه. نبدأ نفحصه تحت الميكروسكوب. السلك اللي احنا عملناه في ورقة نبات من نبتات ذوات الفرقتين اللي هو الورق لونها احمر ده، عملناه علشان نشوف شكل خلايا البشره في المنظر السطحي ونشوف توزيع الصخور فيها ونشوف تركيب الصخور. فهتشوف عندك تحت الميكروسكوب عشان تبقى تعرف انت بتبص على ايه بالظبط. هتلاقي خلايا جذورها متعرجه بالشكل ده، ملهاش شكل منتظم معايا، يعني هتشوف حدود متعرجه بالشكل ده كده. الحدود دي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا البشره. في المنظر السطحي الخلايا بتكون جذورها متعرجه وشكلها مش منتظم، وهتلاقي وسط الخلايا دي خلايا اخذه الشكل ده. انا بعملها لك على شكل صغير اهو، معلش لعدم انتظام الرسم. هتشوف المنظر ده موجود كتير، يعني هتلاقي الخلايا متعرجه جذورها متعرجه، يعني مش الخلايا المتعرجه، جذور الخلايا متعرجه وشكلها مش منتظم. دي خلايا البشره العاديه، وهتلاقي منتشر في وسطها خلايا بالشكل ده. ده زوج من الخلايا وبينهم فتحه. ايه دول بقى؟ دول عباره عن الصخور. عباره عن ايه؟ صخور. هتلاقيها موجوده باعداد كبيره، يعني هنا هتلاقي هنا هتلاقي هنا، موزعه برده بدون نظام. كل صخر بيبقى متكون من فتحه صغيره زي كده بيحبها زوج من الخلايا الحارسه.
اخذ الشكل الكلوي، لان ده شكل بيميز الخلايا الحارسه بذوات الفرقتين. ولو دققت في الخلايا الحارسه هتلاقي موجود جواها اجسام صغيره كده زي ما انا عامل بالشكل ده لونها اخضر. ايه الاجسام الصغيره دي؟ دي الدسات الخضراء. معايا؟ يبقى انا بعمل لك التحضير ده هنا علشان تشوف شكل خلايا البشره في المنظر السطحي في اوراق ذوات الفرقتين، بتتميز بان الخلايا بيكون شكلها غير منتظم وجذورها متعرجه والصهور مبعثره فيها بدون نظام، والصهر بيتكون من فتحه صغيره بيحط بها ذوب من الخلايا الحارسه تاخد شكل كلوي، وواضح فيها الدسات الخضراء المميزه. يا ريت الناس كلها تشوفها. احنا هنا بنحاول ان احنا نصور لكم شكل التحضير اللي احنا عملناه من تحت الميكروسكوب، فوضعنا كاميرا على العدسة العينية للميكروسكوب علشان تجيب لنا صورة التحضير اللي احنا عملناه. اللي انا شايفه عندي هنا في الصورة اطار اسود دائري، ده اطار العدسة العينية اللي ثبتنا عليه الكاميرا او وضعنا عليه الكاميرا، وبيظهر من خلاله شكل التحضير اللي احنا عملناه، بس لسه ما وضحش وهنحاول نوضحه لكم دلوقتي علشان تشوفوا شكل خلايا البشرة العادية في المنظر السطحي بيبقى عامل ازاي، والصغور اللي موجودة فيها وطريقة توزيعها في البشرة. وهنحاول نوضح على قد ما نقدر. القطاع يعني واضح عندي تقريبا اهو، بلاحظ ان خلايا البشرة في المنظر السطحي ظاهرة شكلها غير منتظم ولها جدر متعرجة. يعني انا همشيلكم على احد الخلايا بالمؤشر اهو زي ما انتم شايفين، دي اللي انا ماشي عليها دي كلها عبارة عن خلية واحدة، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ملهاش شكل منتظم والجدر بتاعتها متعرجة اللي انا ماشي عليها بالمؤشر دي. ولو شفنا خلية تانية هنلاقي في خلية عندي هنا اهو، هذا الجدار بتاعها متعرج بالشكل اللي انتم شايفينه ده، اخده شكل غير منتظم. جميع الخلايا بتاعت البشره في المنظر السطحي اخده شكل غير منتظم وجذورها متعرجه. طيب فين الصغور؟ الصغور موجوده عند اهي، ده صغر وده صغر وده صغر، ده صغر تاني، صغر تالت، رابع. الصغور منتشره في البشره باعداد كبيره وموزعه بدون نظام، يعني ملهاش نظام معين بتوزع بيه، يعني توزيع عشوائي. الشكل ده بيميز اوراق نباتات ذوات الفلقتين. يعني لما اعمل سلخ في بشرة نبات من نباتات ذوات الفلقتين، عادة في اغلب الانواع النباتية بلاقي ان خلايا البشرة بتظهر في المنظر السطحي، في المنظر السطحي يعني لما ببص عليها من فوق بتظهر ذات شكل غير منتظم وجذورها بتكون متعرجة والصغور فيها بتبقى موزعة بدون نظام. والشكل اللي بيميز الصغر هنا ان هو بيتكون، او التركيب اللي بيميز الصغر ان هو بيتكون من فتحه دقيقه بيحيط بها زوج من الخلايا الحارسه. انا يمكن الفتحه مش شايفها هنا لان ربما يكون الصغر مقفول، لكن شايف خليتين هم حارستين بيحيطهم بفتحه الصغر. الخلايا الحارسه يعني بتبقى مميزه بانها بتاخد شكل كلوي، يمكن هو مش واضح عندي هنا قوي، لكن احنا شفناها تحت الميكروسكوب فعلا بالنظر بالعين، شفنا ان الخلايا الحارسه بتبقى اخد الشكل الكلوي بالفعل، ولاحظنا ان بيبقى موجود فيها بلاستيدات خضراء واضحه، وشفناها ومعظم الطلبه اللي كانوا معانا شافوها. بس يمكن علشان الريزوليوشن بتاع التصوير، عدم الدقه في ضبط الاضاءه او شده الاضاءه المنعكسه على الكاميرا اللي بنصور بيها، خلت القطاع ما يبقاش واضح قوي زي ما شفناه تحت الميكروسكوب بالنظر بالعين مباشرة.